الأستاذ والتاجر رجل الأعمال نبيل سليم، وهو عضو في بلدية نابلس. نحن نتحدث معه ليس لأنه عضو في بلدية نابلس، تحدث معه زي العادة القديمة لما كنا نحكي معه كتاجر ورجل أعمال. صباح الخير أستاذ نبيل. يسعد صباحك أخي علي، صباح الأمل والحرية للشعب الفلسطيني. يعني بلا شك أنه جاء بالك تتنهد هيك، جاء بالك صح؟ ويعني بصراحة الألم كبير. الألم كبير والمصاب على كل مناحي الشعب الفلسطيني صعبة. يعني ممكن هذه من أصعب المراحل اللي بعيشها الشعب الفلسطيني على كل الأصعدة، إن كان على مستوى ألم غزة وأحداث غزة، وإن كان نحكي إحنا على البعد الاقتصادي والاجتماعي اللي بعيش الشعب الفلسطيني. بلا شك إنها مرحلة من أصعب المراحل اللي بمر فيها الشعب الفلسطيني، ودائما المراحل الصعبة تتطلب من الشعب كله، من القيادات كلها، إنها تكون يد واحدة ونفس واحد، لأنه هذا المصاب لا يمكن نقدر نخرج منه بأحسن حال بدون توحيد الجهود. فيش ولا جهة ممكن أنها تطلع من هذا المصاب بشكل فرد وتكون هي البطل اللي عمل الحل وعمل المخرج لهذا الحل لهذا وضع الفلسطيني، كان على مستوى اقتصادي أو على مستوى سياسي. يعني أنت حكيت أخي علي على موضوعين، موضوع العقار وموضوع البيع التجزئة وموضوع المطاعم وموضوع المفروشات. حكيت فيهم أخي، المشكلة مش بتاجر العقار قد ما هي مشكلة بالعمال بيشتغلوا بقطاع العقار. يعني في عندك كم هائل الذي سيعاني أكثر لأنه عدد العمال بقطاع العقار كبير جدا. لما بتحكي عقار بتحكي أنت مرحلة الكهربجي، المسجل، البليط، الألمنيوم، الخشب، لأنه هو يعني بكل القطاعات متصل قطاع العقار. فضرب قطاع العقار هو بيأثر على كل قطاعات الصناعات الثانية والعمال، لأنه هو بيحتوي على كمية هائلة من العمال. فلما أنت بتشوف أن قطاع العقار تجمد أو توقف، اعرف أنه في عندك صار بطالة هائلة جدا في هذا القطاع. كذلك قطاع المفروشات، قطاع المفروشات نفس الشيء. يعني أنت عندك قطاع المفروشات يعني بيجي ممكن رقم 2 بعد قطاع العقار كعدد عمال وكناس عاملين فيه. فأي تراجع أو ضرر في هذا القطاع كمان بيعمل بطالة كبيرة جدا في المجتمع عندنا. طبعا إضافة أنت حكينا إحنا اللي هن للأسف الشديد المطاعم والفنادق اللي هن كانوا خلينا نقول من أكثر الناس متضررين، يعني إن كان أصحاب مصالح أو موظفين وعمال في هذا القطاع. لأن هذا القطاع يعني ما نزل منه نسبة خلينا نقول 70%، نزل منه 100% هذا القطاع الدخل والعمل. فهذا من القطاعات اللي خلينا نحكي إنها صابها الشلل الكامل اللي هي قطاع المطاعم والفنادق وهذه الأمور. وبعدين بيجي عندنا قطاع بيع التجزئة، إن كان نحكي على ألبسة، أحذية، قبل ما نروح على السوبر ماركت بنروح على محلات الأحذية، الألبسة، كل هاي القطاعات باتت عندهم البضاعة وانضرب الموسم تبعهم، بالذات اللي كانوا هنا داخلين على موسم الشتوي. وبتعرف انت الناس بتكون يعني بتبيع عشان تشتري كمان مرة، فعلى بالأغلب انه يكون في عندنا عجز كبير جدا بهذا القطاع. في سيولة في الشارع، في الطريق، في المحلات، بين ايدين الناس، في سيولة؟ السيولة قبل أحداث 7 أكتوبر كانت في عندنا عجز فيها عند الشعب الفلسطيني، لأنه إحنا بالعادة الشعب الفلسطيني بيعيش بظروف اقتصادية صعبة جدا، وصار في عندنا احنا تضخم بالأسعار بأحداث أوكرانيا. فكان في عجز بطبيعة الحال في تدفق السيولة، وبتوقع من أعلى نسب القروض المستغلة في البنوك هاي الفترة وما قبل أحداث 7 أكتوبر، فما بالك بعد أحداث 7 أكتوبر. فأنا بتوقع أنه في عجز هائل بالسيولة. إذا ما بصير تدخل وضخ سيولة من جهات خارجية بطريقة أو بأخرى، أو دفع المقاصة، إذا كان تم دفع المقاصة بالكامل للموازنة تبعت السلطة، لأنه بتعرف أنت تضخم السيولة كان عندنا كم هائل من العمالة داخل الخط الأخضر. فعند توقف العمل داخل الخط الأخضر بشكل كبير جدا فقدنا كمية هائلة من تدفق السيولة. إضافة أنه الإسرائيليين عمالهم بقطعوا مبالغ هائلة
من من التدفقات اللي بتستحق للسلطة اللي هي الضرائب على الموانئ، بتقتطع منها مبالغ هائلة، وهذا حكي كمان عمل عجز كبير جدا عند السلطة. هذا كله بيستدعي أخي علي يعني إنه إحنا كشعب فلسطيني، وهذا كنت حاكيه أنا وياك سابقا، إن يكون إحنا الموازنة تبعتنا السنوية تكون تعتمد على اقتصاد فلسطيني، لا تعتمد يعني ما يعتمد الاقتصاد على الموازنة المالية. يعني أنا لا يجوز إن أعمل أنا موازنة مالية للسلطة في السنين القادمة إن شاء الله وبالحكومة الجديدة إن شاء الله، إن تكون موازنات الحكومة تعتمد على الاقتصاد الفلسطيني، يعتمد على نفسه بالحد الأدنى الممكن، ولا يعتمد على التدفق السيولي من جهات خارجية إن كان عمالة بالداخل الخط الأخضر. تقصد رسم سياسات اقتصادية اللي بيحكي عنها دائما الدكتور سياسات سامح. اقتصادية تعتمد على الذات الفلسطيني، وهذا الحكي بعطينا حصانة أكثر، لأن إحنا الظروف السياسية اللي عندنا متقلبة جدا وغير مستقرة، فيجب أن يكون فينا اعتماد على اقتصادنا الذاتي، ولا يكون اعتمادنا إحنا نعمل اقتصاد يلبي احتياجات الموازنة المالية أو وزارة المالية. ليه هو إحنا طالع في إيدنا ما إحنا مربطين في اتفاقيات مع الاحتلال، والاحتلال يعني يستغل فينا كل شيء، حتى انه اليوم بنزرع حسب ما بده الاحتلال، ويعني بنتوجه حسب ما بده الاحتلال، وحتى موديل الكنبيات اللي انت بتصنعه او غيرك يعني في البلد بقول هذا الكتالوج جبناه من تل ابيب او من التانية، او يعني كمان الموديل لهم، فهم بيدخلوا في كل شيء في كل تفاصيلنا. شوف انا ما بتعارض ان احنا نبيع للاسرائيليين مثلا، نبيع للاسرائيليين او للخارج هذا شيء كويس، لكن العمالة داخل اسرائيل بدون الاعتماد على اقتصاد محلي هذا اللي بيعمل المشكلة عندنا. بدل ما احنا يكون عندنا 200 ألف عامل بيشتغلوا داخل الخط الأخضر، لما تكون في موازنة الحكومة تأهيل المناطق الصناعية وتشجيع العمالة والإعفاء الجمركي على الطاقة للمصانع المنتجة، يعني احنا كنا حاكين بالسابق انه يجب المصانع اللي بتنتج بتعتمد على الطاقة نعفيهم من ضريبة الطاقة على اساس انه يكون قادرين انه ينافسوا، لانه هاي الصناعات بالاصل ما كانت موجوده وما كانتش من ضمن موازنه السلطه. فلما صار في عندي صناعه جديده وبتعتمد على الطاقه بشكل كبير جدا، يجب اعفائها من الضرائب حتى اشجع هاي الصناعات واستقطب العمال وارفع كفاءه الاقتصاد الذاتي. لما انا بعتمد على الاستيراد بشكل كبير جدا وبكون عندي هذا الاستيراد بيعمل تدفق مالي لوزارة المالية وبيعملش اقتصاد محلي، بأي ضربة صغيرة بتلاقي احنا عندنا الأمور تفاقمت بشكل كبير جدا. لما أنا بحكي على الإسرائيلي أنا بحكي أنه في عندنا معوقات إسرائيليين، وإحنا عارفين أنه المعوقات الإسرائيلية متحددة بالمي وبالكهرباء وبالأراضي وبحركتنا بكل هذه الأمور، لكن في إحنا عندنا مقاومة برضو اقتصادية، مش بس مقاومة شعبية ومقابلة، لا إحنا كمان لازم يكون أنه في عندنا مقاومة اقتصادية، نتحدى المعوقات الاقتصادية حتى نعمل اقتصاد فلسطيني حر مؤهل انه يكون قادر انه يقوم في دولة فلسطينية حرة مستقلة. اذا ما بلشنا من اليوم احنا نعمل اقتصاد فلسطيني يعتمد على الذات الفلسطينية باي حلول سياسية مستقبليا هنلاقي حالنا احنا ما عندناش مؤهلات. فلجب انه نبدأ بالحلول السياسية وبالنضال الشعب وكمان بالنضال الاقتصادي، انه يكون عندنا نضال اقتصادي وطني قائم على الامكانيات الذاتية، وهذا اشي ممكن. وكان في عندنا شعار انا بتذكر برضو حكيتهم انه ان كل شيء يثقل وزنه او يكبر حجمه ويقل ثمنه يجب انه يصنع بفلسطين، وهذا الحكي بيجيب جذب كبير جدا للاقتصاد الفلسطيني. طبعا هذا اشي استراتيجي، لكن بالمرحلة الحالية احنا زي ما حكينا انه قطاع الاثاث وقطاع العقار وقطاع بيع التجزئة والمطاعم بشكل عام من اكثر القطاعات اللي دمرت هذه القطاعات، وانا بتوقع انه هذا الحكي كان له اثر كبير جدا في نسبة البطالة والتراجع الاقتصاد الفلسطيني، اضافة الى التضخم اللي صار عندنا بالاسعار. هذا التضخم بالاسعار كمان زاد على هاكل المنتج الفلسطيني وكمان على المستهلك وعلى الدخل الفرد الفلسطيني. انا بتمنى انه ان شاء الله انه هذه الازمه اللي احنا بنعيش فيها تكون درس ان احنا الشعب الفلسطيني، ان كان على مستوى قطاعات خاصه واصحاب شركات او ان كان نحكي احنا على مستوى حكومه، ان يكون لنا درس هذا اللي حصل، ولانه هذه ممكن تكون حلقه من ضمن حلقات. يعني احنا مواجهتنا مع الاسرائيليين مش هاي الحلقه وانتهت، هي ممكن تكون حلقه من ضمن حلقات
ولازم احنا نكون متهيئين ونتعلم درس قاسي من هاي الحلقة، ان احنا نكون عندنا التهيئة والإرادة الذاتية، ان احنا يكون عندنا مقومات اقتصادية بالحد الأدنى ومش بالحد المسموح. انا ما بعمل اقتصاد حسب المسموح، لان يجب ان يكون عندي تحدي للاسرائيليين بعمل اقتصاد مستقل. انا ما بقدر اجي اشتغل حسب المسموح لي، الاسرائيليين مش حيسمحوا لنا نتنفس الهواء ونشرب الميه. فاحنا يجب يكون عندنا اقتصاد متحدي هذا الاحتلال الاسرائيلي، وان نكون معتمدين على انفسنا. نأمل ذلك، ونأمل أن تصل هذه التوصيات إلى الجهات المسؤولة وإلى الحكومة القادمة ووزرائها الاقتصاد والمالية، لنشوف شو بده يطلع منهم. نأمل من أن يكون أفضل الحال، أفضل مما عليه والآن. أشكرك جزيل الشكر رجل الأعمال الأستاذ نبيل سليم، كنت معنا من نابلس.